مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير، احييكم بتحية الاسلام الخالدة فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نتواصل من عاصمة ميادين السباقات في هذا الانطلاق وفي سن الكبار، سن الثنايا في هذا اليوم المبارك، الجمعة والسابع من شهر فبراير لعام 2014 للميلاد. ودائما انطلاقاتنا تأتي ضمن التوجيهات السامية لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والمتابعة الكريمة من سيد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. إذن مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، نتواصل من هذا الموقع، نتواصل من الميدان الغربي والثمانية كيلومترات والخاصة بسن الثنايا، ولدينا 13 شوطا يتنافس من خلالها أبناء القبائل والتي توزعت ما بين الأبكار والجعدان المهجنات والمحليات الأصايل. على بركة الله مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، تعلن أول الانطلاقات، وفي هذه اللحظات أرحب بجميع الحاضرين والمتابعين عبر سيدة القنوات الرياضية قناة أبوظبي الناقلة لهذه الرياضة العربية الأصيلة. أسير إلى المقدمة، أسير إلى أول الأشواط. المركز الأول حشيمة مسلم بن علي بن دري المنصوري، من يقدم حشيمة في هذا الانطلاق الرائع والجميل. المركز الثاني وصلت العزرة لسالم بن راشد بن سيف الشعالي العليلي، من يتواجد في ثاني المراكز. والمركز الثالث وصلت نهب في هذه اللحظات لتقدم ايضا شعال رايد بن سعيد بن محمد الصيعري. النقلة مباشرة الى المركز الرابع، هناك وصول من الشاهينية سعيد بن جعفر بن مرهان الاكتبي، من يتواصل مع الشاهينية على المركز الرابع. المركز الخامس وصلت مياسة العلي بن فري بن علي بن حمودة الظاهري، يقدم انطلاقة مياسة هنا في هذه اللحظات على المركز الخامس. المركز السادس الشاهينية سعيد بن مهنا المحرمياتي هنا بن قرماش ليقدم هذا الانطلاق الرائع والجميل، كما تألق في سن الصغار من خلال تواجد ايضا اشواط الانتاج. ياتي بن قرماش هنا مقدما الشاهينية في اول انطلاقاته هذا الصباح على المركز السابع. المركز الثامن وصول رائع والجميل من خلال تواجد خيرة محمد بن غانم بن حمودة الظاهري، بدأ يقدم هذا الاسم وعصف الامر خيرة يا ابو قسيم. هنا تأتي في المركز الثامن في هذه اللحظات، هذه هي الانطلاقة على او المركز السابع بالفعل. المركز الثامن وصول من سلهودة، وصلت العزرة سالم بن محمد وشرقي العامري، وصلوا اهالي الساد القادمين في هذا الانطلاق الرائع والجميل. ولكن هنا العين وصلت هنا سعيد بن عامر النيادي يقدم العين في هذا الانطلاق على المركز التاسع. والمركز العاشر العملاق العيناوي يقدم الثرية، واحدة من الأسماء الكبيرة والعملاقة التي سجلت أيضا الكثير من الفوز والانتصارات. مظفر بن محمد بن خموشة العامري أيضا أحد عشاق رياضة الهجن العربية الأصيلة، ودائما أيضا أبو محمد يعشق المنافسات في سن الكبار وفي الأشواط الرئيسية. هكذا إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، الشوط الأول الشوط الرئيسي، من سوف يحظى بهذا الشوط؟ من سوف يدون اسمه بأحرف من ذهب هنا في عاصمة ميادين السباقات؟ نهب غيرت على صدارة، نهب على المركز الأول، نهب من تنهى بهذا الشوط. يتواجد أيضا رايد
بن سعيد بن محمد الصيعري. بدا ينطلق الصيعري مقدما هذا الاسم الاسطوري الكبير، ايضا من تواجد على المركز الاول. المركز الثاني هناك العزرة سالم بن راشد بسيف الشعالي العليلي، ينطلق ايضا العليلي مقدما انطلاقه رائعه وجميله على المركز الثاني. المركز الثالث شاهينيه، هناك ايضا من يتواجد سعيد بن جعفر بن مرهان مقدم انطلاقه الشاهينيه باندفاع رائع وجميل. المركز الرابع حشمة مسلم بن علي بن دري المنصوري، من يقدم حشمة في هذه اللحظات، ولكن دخول ايضا من اشعار المحرمي مع شاهينية سعيد بن مهنا بن مهنا بن قرماش. المحرمي ياتي في هذه اللحظات يقدم هذا الاسم الجميل، وهناك دخول رائع من خلال تواجد العزرة، يتواجد سالم بن محمد بشرجي العامري مقدما للعزرة في هذا الانطلاق الرائع والجميل. اذا العزرة هناك دخول من خيرة، خيرة تدخلت في هذه اللحظات المتدخلة بشعار محمد بن غانم بن حمودة الظاهري، ايضا بدأ يظهر بهذا الشعار الاقتصادي الكبير بحد ذاته وبمشاركاته الرائعة، ليتواجد ايضا احد شبابنا ايضا المنتميين لهذه الرياضة ولعشاق هذه الرياضة، ليتواجد مقدما خير محمد بن غانم بن حمودة الظاهري. هنا دخول من العين وصلت في هذه اللحظات لتقدم ايضا شعار واحد من العمالقة الكبار في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة وعشاقي هذه الرياضة سعيد بن عامر بن حمد النيادي مقدما هذا الاسم الكبير. ولكن هنا ناتي مع مياسة علي بن فري بن علي بن حمودة الظاهري، أيضا اسم عملاق وخطير بحد ذاته، يتواجد إذن العمالقة الكبار في أبناء القبائل في أول أشواط هذا اليوم. ما شاء الله أعداد كبيرة مشاركة وصلت الثريا، أيضا اسم عملاق وخطير. هناك ظفر بن محمد بن خموشة العامري، وهنا دخول رائع وجميل من الضبية بادي بن تركي الدوسري. يا سلام يا بادي، اسم الضبية ايضا ياتي مع احد الاشقاء بالمملكة العربية السعودية. هكذا هي النتيجة، هكذا هو منعطف في جسر العبور. نهب، اذا نهب على الصدارة على المركز الاول، اول العابرات في هذا اليوم وفي هذا المنطلق الرائع والجميل. نهب هي على الصدارة على المقدمة على المركز الاول، رايد بن سعيد بن محمد الصيعري، ايضا رايد بانجازاته، هو في مركز الريادة، هو في مركز الاول وفي الكادر الاول ما شاء الله. اذا هنا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، نهب على الصدارة اول العابرات هنا امام جسر العبور، التحفة المعمارية الكبيرة تأتي نهب مرورا هنا مع هذا المسمى الرائع جسر العبور. رايد بن سعيد بن محمد الصيعري يقدم نهب على المركز الأول. العزرة العزرة العزرة، اسم أيضا تعلق بالماضي وبالحاضر، سالم بن راشد بن سيف الشعالي العليلي. يلا يا العليلي حافظ على هذا الاسم الكبير، وقدم أيضا الإنجازات الرائعة من خلال تواجد العزرة. ولكن الشاهينية سعيد بن مهنا بن قرماش المحرمي بدأ ايضا ينتقل من مركز الى اخر في هذا الانطلاق الجميل من خلال تواجده على المركز الثالث. خيرة تأتي على المركز الرابع، محمد بن غانم بن حمودة الظاهري. بدأت تظهر خيرة هنا من مركز الى اخر، تقترب من المنافسة الخطيرة يا خيرة. ولكن هنا ايضا اهالي الساد، اهالي الساد قادمين بكل قوة بأداء رائع وجميل. ايضا عزرة اخرى، العزرة وسالم بن محمد بشرجي العامري، ايضا احد الخبراء عشاقي سن الصغار يتواجد مع الكبار، ياتي هنا مقدما للعزرة والقادم من ميدان الساد، ايضا احد الميادين العريقة بدولة الامارات وبمدينة العين. يا سلام يا سلام، وصلت العين، النيادي قادم بدأ ينطلق مع العين والقادمة من مدينة الخضرة والجمال، مدينة العين. سعيد بن عامر بن حمد النيادي يقدم هذا الاسم، اسم العين وحشمة ايضا تنتقل، او حشيمة مسلم بن علي بن دري
المنصوري، تحركات من الثريا، انطلقت الثريا في هذه اللحظات، مدفر بن محمد بن خموشه العامري بدا ينتقل من مركز الى اخر. ان سالتوني على الموقع يا متابعين يا مشاهدي سيدة القنوات الرياضية، الاثنين كيلومترات بدأت تقترب منهن اللي هي نهب، وهذه اللحظات هي ايضا تدخل اجواء الاثنين كيلومترات من خلال تواجد هذا الاسم، اسم نهب. ورايد، رايد اليوم، رايد بسعيد بن محمد الصيعري ينتقل الى المقدمة، يندفع الى الصدارة الى المركز الاول ما شاء الله. اذا هناك نهب وهنا خيرة بدأت تنطلق في المركز الثاني. خيرة محمد بن غانم بن حمودة الظاهري بدأ يظهر الظاهري مع شراقة شمس هذا الصباح في هذا الشوط، كما ظهر ايضا في السباقات الماضية بالشعار الاقتصادي الكبير ما شاء الله بحد ذاته. ولكن الله الله يا بن قرماش، وصل المحرمي يقدم انطلاقة شاهينية، سعيد بن مهنا بن قرماش المحرمي المنطلق ايضا مع المركز الثالث. العين قادم، العين وسعيد بن عامر بن حمد النيادي يقدم العين، وايضا تحركات من الثرية، انطلاقات من الثرية. هناك مظفر بن محمد بن خموشه العامري بدأ يغير من مركز الاخر، انطلقت العزرة ايضا، سالم بن محمد بشرج العامري ايضا من يتواصل مع العزرة في هذه اللحظات. هكذا هي النتيجة، المنعطف الاخير، خلاص بقول بدأنا نقترب من هذا الكيلو، الكيلو الخطير، الغلاف الجوي ايضا الذي دائما يبدأ بالضغط الكبير. وايضا هنا نتواصل هنا مع اللي هي نهب، رايد بسعيد بن محمد الصيعري، من يتواجد، من ينطلق هنا في هذا الكيلو الاخير. دائما ايضا كما وصف ايضا احد شبابنا المحللين البرطماني حينما قال هناك تقل الجاذبية والاكسجين، ولكن هذيل ما عندهن اكسجين ولا جاذبية ما شاء الله تبارك الله. الكيلومتر الاخير عندهن سرعة وطاقة قوية هنا ما شاء الله، ولكن بدأ الرقص، ونهب هناك من تعزف سمفونية الناموس مع المركز الاول، مع الانطلاق الاول. هناك رايد، يا رايد سعيد، رايد بسعيد بن محمد الصيعري اثبت يا رايد الخمسمية متر الاخيرة، جولة الاوامر النهائية. بن قرماش المحرمي بدأ يتحرك، بدأ يقترب من المركز الاول، وخيرة خيرة 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 القادمة بهذا الانطلاق الرائع. يلا 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 روح مع صدارة الثلاثمية متر الأخيرة مع خيرة على المركز الثالث، ولكن رايد مع نهب، نهب على الصدارة، نهب على المركز الأول. نسير مع نهب في صدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق الرائع والجميل. هناك مع نهب على المركز الأول ما شاء الله تبارك الله. إذا رايد بن سعيد بن محمد الصيعري، هنا التحية والاحترام لأبناء المملكة العربية السعودية على هذا الفوز، على هذا الانتصار الرائع والجميل. لحظات الوصول مع نهب تانين والناموس لرايد بن سعيد بن محمد الصيعري مركز ثاني. وصلت هناك شاهينية، سعيد بن مهنا بن قرماش المحرمي المركز الثالث. خيرة بدون أي أوامر، محمد بن غانم بن حمود الظاهري، الثرية رابعا مظفر بن محمد الخموشة العامري. المركز الخامس دخول رائع وجميل في المركز الخامس هنا من خلال تواجد هذه الأسماء القوية. أيضا حملة رقم 6 اللي هي سلهود السيف بن نسهيل بن كلدم الخيالي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. إذا مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، هكذا هو تواصلنا وهكذا هي انطلاقتنا، ولنا العودة ما شاء الله 12 دقيقة. رد لي نهب يا الهواري، راحت عليك نهب. هناك المركز الأول، نهب لأيضا رايد بن سعيد بن محمد الصيعري. هكذا مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، إذن المركز الأول، عطنا المركز الأول بالفعل. هذه هي نهب قطعت المسافة ب 12 دقيقة 48 ثانية وفاء وتماما وكمالا. رايد بسعيد بن محمد الصيعري تهانينا والناموس على هذا الفوز الكبير. بينما المركز الثاني الوصول خلال تواجد 12 دقيقة 50 ثانية
ثلاث اجزاء من الثانيه الشاهينيه. سعيد بن مهنا بن كرماش المحرمي، لك التحيه على هذا الفوز والانتصار. خيره وصلت بدون اي اوامر، تذكر كما نشاهده هنا عبر سيده القنوات الرياضيه. 12 دقيقه 50 ثانيه، ست اجزاء من الثانيه. تهانينا حمد بن غانم بن حموده الظاهري، تهانينا والناموس لكل الفائزين في صباح هذا اليوم، والتهنئه لمالك نهب رايد بن سعيد بن محمد الصيعري. بسم الله الرحمن الرحيم.